ضيفنا وأبينا النهاردة من مواليد الأصية محافظة أسيوط، درس الهندسة وخدم في القوات المسلحة، اترهب بدير السوريان باسم الراهب إكلاديوس السورياني، وفي الدير صار مسؤول عن بعض الأعمال الهندسية وترميم المنشوبيات القديمة وشرح الدير للزوار وتسليم طقس القداس للكهنة الجدد. سيم أسقفاً ورئيساً لدير الأنبا بخوميوس الشايب بالأقصر بيد قداسة البابا توادروس الثاني، ليكون أول أسقف في العصر الحديث يحمل اسم الأنبا كلاديوس. احنا النهاردة في دير العذراء السوريان بوادي النطرون، معانا ويشرفنا ويسعدنا يكون معانا نيافة أنبا كلاديوس. مساء الخير يا سيدنا. أهلا بيك يا أمير. في البداية سيدنا، يعني احنا فرحانين جدا ان نيافتك سمحت لقناة ميسات تكون أول لقاء وتصور مع نيافتك، فشكرا يا سيدنا لاستضافتك وان نيافتك سمحت لنا من وقتك، واحنا عارفين ان الوقت ضيق جدا. شكرا لكم انتوا على تعبكم ومجيكم، وننتهز الفرصة ان نشكر أسرة قناة ميسات كلها على الخدمة الجبارة اللي بتقوم بيها. كل بيت في الكنيسة في الشعب القبطي فيه ميسات بتقدم له رسالة من عظات ومن ألحان، كأنها كنيسة بالضبط في بيت كل واحد. والشكر الأول طبعا لسيدنا نيافة الأنبا أرميه على المجهود الجبار اللي بيقوم بيه، سواء في قناة ميسات ولا في خدمة إخوة الرب. ربنا يعوضه على تعب وربنا يعوضكم جميع. سيدنا يعني حابين نبارك لنيافتك على الرسامة وعلى التجليس، ألف مبروك يا سيدنا. الله يبارك فيك، متشكر خالص. يعني فرصة ان احنا في دير العذراء السوريان، حابة اسأل نيافتك، أنبا كلاديوس كان بيجي مع الأسرة وهو طفل يزور دير العذراء السوريان؟ هو انا بحكم ان البيت في أسيوط في القصية مير جنب الدير المحرة على طول، فكانت زياراتنا المتكررة باستمرار للدير المحرق. طبعا كنت اجي هنا دير السوريان بس على فترات متباعدة في رحلات. ايوه. لكن الدير المحرق كنا شبه اسبوعيا هناك يعني. أنبا كلاديوس كان طفل شقي؟ هو سؤالك اللي شقي بصراحة. لا مش قوي يعني، كنا غلابة. سيدنا نيافة خدمت قبل ما تخش الدير اني مرحلة؟ ابتدائي اعدادي ثانوي جامعة، خدمت ايه؟ بصراحة كنا في الكنيسة في مير كان معانا خدام أتقياء جدا، وعلمونا الخدمة من واحنا أطفال يعني، من واحنا في ابتدائي صدقيني، من قبل فصول أعداد خدمة ومدارس القعد والحاجات دي. أنا فاكر واحنا في ابتدائي كان يعلمونا يختاروا من كل فصل اتنين تلاتة، وأنا كنت واحد من الفصل بتاعي، إن نفتقد اللي مجوش، فحببونا جدا في الافتقاد يعني، تخيل طفل بيفتقد طفل تاني. حلو قوي. فخلوا حب الخدمه يتغرس في قلوبنا من واحنا صغيرين. بيكبر. كنا نقعد بقى في الفصل ما نصدق حد يغيب. كنا نفرح لما حد يغيب. عشان نروح نفتقده. ويبعتوا معانا الصور ويقولوا لنا الخادم فلان بيقول لكم ما جيتوش ليه ومش عارف ايه وهو زعلان انه ما جيتوش. ونفاجئ تاني اسبوع انه جه يعني. اني جه. فكانوا غرسوا في قلوبنا حب الخدمه من واحنا مخدومين يعني. كنا مخدومين وكنا نخدم. ولما كبرنا بقى في اعدادي كان في مجال كنت احبه جدا اللي هو المجال المسرحي. ايوه. كنا على طول نعمل مسرحيات دينيه. انا اشتركت في مسرحيات كتير قوي. وكان في ادوار كتير بمعدل نصها دور راهب. ياه. وكان في واحده منهم او اتنين دور اسقف. ليه العذراء السوريان يا سيدنا؟ يعني نيافتك بتقول ان في القصية ومير يعني في اديوره كتير في الصعيد، ليه العذراء السوريان بالتحديد؟ ما هو اولا مش صح ان الراهب يترهب في دير قريب من بيته يعني، عشان ما كانش ينفع يترهب في المحره او في اي اديوره قريبه. السوريان بصراحه يعني الفتره الاخيره قبل ما اجي الدير كان اب اعترافي، اب راهب فاضل من المحره، وهو اللي نصحني بالسوريان. انا بقى كانت خبرتي قليله يعني، قلت له ليه؟ طب ما السوريان بيقعدوا فتره كبيره يترددوا، ما هو اي دير يعني. انا قلت له هو الدير ايه؟ مش قلايه وكنيسه؟ قال لي لا، لازم المجمع، المجمع بيختلف من دير لدير. ايوه. فقال لي من المجامع الكويسه جدا واللي ابائها مبروكين جدا هو دير السوريان، فرشح لي اب اعترافي دير السوريان. بعد ما اتقابلت هنا يعني تاكدت تماما ان كلامه صح 100%.
أم بكلاديوس اتردد على الدير فترة قد إيه قبل الرهبنة؟ أنا كنت بعد ما خلصت الدراسة اتقابلت ضابط احتياط في الجيش 3 سنين، فكنت دايما فترات الأجازة اتردد هنا، فترددي كان في حدود سنة ونص سنتين يعني. سنة ونص قبل الدخول؟ قبل ما تقبل. أيوه. معظمها كان في فترات الأجازات، لأن احنا كضباط كانت تبقى أجازاتنا كتيرة شوية، شبه أسبوع وأسبوع. فالسنة دي أو السنة ونص يعني كانت قليلة بالنسبة لغيري، غيري أحيانا بيتردد. أيوة. بالست سنين والسبع سنين هنا في دير السلام. لكنها كانت مكثفة، لأن أجازاتنا كانت أسبوع أسبوع، فشبه كنت باجي كل 15 يوم يعني. فعدد مرات التردد في السنة أو السنة ونص دول يماثلوا 6 سنين أو 5 سنين اللي غيري بيترددهم يعني. جيش نيافتك كان فين يا سيدنا؟ جيشي كان الأول في شبه جزيرة سيناء. وبعدين اتنقلت في القصاصين، هو كله تابع الجيش التاني يعني، سواء شمال سيناء أو القصاصين في الإسماعيلية، كله تابع قيادة الجيش التاني الميداني. فكرة الرهبنة جت في دماغ أنبا كلاديوس؟ يعني امتى قررت ان انا عايز، يعني احنا واحنا اطفال كلنا بيسألونا عايز تبقى ايه؟ يقول لك عايز ابقى راهب، عايز اخش الدير، بس مش بتستمر معانا يا سيدنا. لكن نيافتك هل استمرت بقى؟ امتى الفكرة جت بالظبط يا سيدنا؟ الفكرة جت لي بدري قوي قوي يعني، مش من ايام الجامعة ولا سنة ولا من ايام ابتدائي. ابتدائي لما كنا في مدارس الاحد بيحكوا لنا سير القديسين وحياة أنبا أنطونيوس وأنبا بولا وابو مقار وانبا بخوميوس، فالموضوع عجبني قوي وكنت لسه صغير قوي في ابتدائي، فقلت لب اعترافي ساعتها، فضحك قال لي انت لسه في ابتدائي وهتقول لي رهبنه، لما تكبر ليها حل يعني، ممكن تغير رايك. فروحت اعدادي ما غيرتش رايي، رحت ثانوي ما غيرتش، رحت الجامعه خلصت الجامعه ما غيرتش رايي، فالفكره استمرت معي طوال هذه السنوات. وكان لما حكيت كده لسيدنا أنبا متاو السعادة، يعني دي كان ليها دور ان هو اقتنع ان طالما الفكرة ثابتة هذه السنين ان يبقى الموضوع بجد يعني. اصل ساعات بيجي الفكرة تروح وتيجي، فكرة طارئة. أيوة. يوم اتنين شهر اتنين وبعدين يغير رأي، لكن طالما ثبتت هذه السنين الكثيرة فده بيعتبروه مؤشر كويس ان اللي جاي ده فعلا غاوي رهبنة. يعني نيافتك أنبا كلاديوس يقول ايه للشباب اللي بيجي في فكره فكرة الرهبنة؟ يعمل ايه علشان يوصل للدير زي ما نيافتك وصلت له؟ اولا يصبر، لان في شباب كتير بتجيلهم الفكرة زي ما قلنا بتبقى فكرة طارئة، قرا له سيرة قديس، شاف له فيلم القديس، بتختمر في دماغه فكرة الرهبنة، تقعد معاه شهر اتنين سنة و يشوف له شغلانة كويسة، يتعرف على حد يرتبط بيه وبيغير رأيه، فيصبر مش متأول ما تجيله الفكرة يبتدي ينفذ يعني. لو الفكرة استمرت عنده يبتدي يعرض الموضوع لأب اعترافه، وأب اعترافه طبعا بيبقى خبير في شخصيته، هل روحياته تسمح وهل مسيرة سلوكه يسمح، لأن ممكن واحد تكون روحياته كويسة بس ما ينفعش في الرهبنة، هو روحياته زي الفل بس ما يقدرش يقعد في اوضته ساعة، بيدخل اوضته عشان ينام بس طول اليوم قاعد مع الناس، فده كويس ودرجة روحية كويسة بس ما ينفعش في الرهبنة. الرهبنة مش مجرد روحيات كويسة يعني، لازم يبقى سلوكه العام ملائم لحياة الأديرة والقلاية. أب الاعتراف الخبير بيقدر يكتشف إذا كان الفكر اللي عند هذا الشاب سليم، يبتدي بقى يرشح له دير أو يسيبه يلف على الأديرة يختار. الخطوة اللي بعديها بيقابل رئيس الدير، طبعا رئيس الدير بيبقى عنده خبرة أكبر من أب اعتراف، فبيكمل على اللي عمله أب اعتراف لغاية ما رئيس الدير يشوف إنه إلى حد ما يصلح بيقبله، ولسه بقى بيكتشف أكتر في فترة الاختبار اللي هي حاليا في معظم الأديرة عمرها ما بتقل عن 3 سنين، وأعتقد 3 سنين بتبقى كافية جدا إن رئيس الدير يقدر يعرف إذا كان الأخ ده يصلح للرهبنة ولا لا، وهو الأخ نفسه يقدر يقرر إذا كانت حياة الرهبنة ملائمة ليه ولا لا. باشمهندس سامح، لما قرر بقى خلاص انا داخل الدير، مين من الاسره اول حد عرف في الاسره؟ وانا قبل ما اجي على طول اول واحد قلت له خالي،
كان كاهن في القصية واتنيح من حوالي سنتين. الله ينيح نفسه. يعني طبعا من كبار اباء القصية. فهو الاول قعد يقول لي خد بالك الرهبنة مش سهلة ومش قلت له انا ليا فترة كبيرة مع اب اعتراف يعني مش لسه الفكرة جاية في ذهني. فقعد معايا اكتر من قعدة وقال لي انا شايف ان انت فعلا متابع مع اب اعترافك من زمان فانا ما اقدرش اضيف شيء. فهو كان اول واحد عارف الاسرة يعني. وقال انا بحب الرهبنة جدا. الاول ما قاليش دي، الاول خوفني من الرهبنة. بعدين لما لقاني مصر واتطمن واتطمن ان انا قايل لاب اعترافي من زمان، قال انا بحب الرهبنة جدا ولو عاد بيا الزمن اترهبنت واتمنى ابني يترهبن، وابتدى يشجعني يعني. وكان ليه دور كبير بصراحة، هو كان كاهن طاقي جدا وكل شعب القصية يعرفه ويحبه. ربنا ينفعنا بصلواته. ابونا ابراهيم ابراهيم يبقى اخو ماما. الله ينيح نفسه. ما اعترضوش ازاي كبر وبقى مهندس واشتغل فجأة كده هياخد القرار ويروح الدير. هو بابا تنايح كنت صغير، تنايح كنت في 5 ابتدائي فما شافش القصة دي. ايوه. لكن ماما طبعا لما سمعت كعاطفة أمومة طبعا اتضايقت، وبالرغم ان هي ليها دور كبير في روحياتنا كلنا انا واخواتي. وهي اللي ربتنا في الكنيسة بس كلمة هترهبن دي بتبقى الى حد ما قاسية شوية على الام. بالذات الام. يعني بيفكرني بالعذراء لما قالت عند الصليب العالم يفرح لقبوله والخلاص اما احشائي فتلتهب عند نظر صلبوته. فأي أم ابنها يقول لها عايزة ترهبن بقلبها بينقبض على طول وبتحس إن هي كده مش هتشوفه تاني ومش عارف إيه، بتبقى لسه الفكرة صعبة عليهم. لكن بعدين لما جم زاروني مرة واثنين وثلاثة بعد الرهبنة بعد ما جيت الدير يعني اقتنعت واتبسطت يعني. مع إن نيافتك مش يعني الابن الأكبر. لا مش أنا الأكبر، لا. ترتيب نيافتك كام سيدي؟ أنا رقم 4. ايوه. احنا 5 4 اولاد وبنت، انا رقم 4 بعديه اخويا الاصغر مني كاهن برضه. وده اثر لما جيت تسيب البيت وتروح الدير يعني اتاثروا قوي ولا كان؟ ترتيبي في اخواتي مالوش تاثير يعني. اصل هو غلاوه اي ابن عند امه ما بتتوقفش على ليه كام اخ. ايوه. مش هتقول عندي غيره خلاص. لا طبعا بتبقى متاثره ان هو بيبقى الموضوع مش مفهوم قوي بالنسبه لهم، بيحس ان هم مش هيشوفوا ابنهم تاني وهينقطع وهيبعد. اما يجوا بقى يزوروك بعد الرهبنه ويلاقوا انه بسهوله جدا يزوروك في اي وقت، وبعد ما تترهبن ممكن تزورهم مفيش مشكله، ويجوا يلاقوك مبسوط مش متضايق ولا بتجاهد. اصل الجهاد ساعات بيقعدوه بمفهوم غلط ان انت متضايق وبتجاهد عشان تقنع نفسك وعشان تتكيف، فبيعتبروا ان الموضوع صعب عليك قوي يعني وانك هتتعب. اما يجوا زياره واثنين ويلاقوك مبسوط وعاجبك المكان وعلاقتك حلوه بالاباء والدنيا تمام فبيتبسطوا، بتتغير الفكره خالص يعني. سيدنا مين اللي قال لك انك ترشحت للاسقفيه؟ مين اول حد بلغك بخبر الترشيح؟ سيدنا ابا متاوس. كنت في قداس واتصل بيا هو شخصيا، مع انه نادرا لما بيعوز حد من الاباء بيتصل بيه، بيخلي ابونا اللي بيخدمه يتصل او الاستعلامات. فانا طلعت من القداس لقيت سيدنا نفسه طالبني والاستعلامات طالباني 9 مرات. فانا فوجئت. طب اتخضيت اكيد. اتخضيت جدا. قلت في حاجه. ما جاش في ذهني حاجه زي كده. طب ايه اللي هيعوزني فيه سيدنا مستعجل قوي كده، وخصوصا ان يومها دي ما كانش عليا انا اليوم في الزيارات. أيوة. يعني مش الموضوع موضوع وفد جاي، ولو في وفد جاي في يوم تاني مش سيدنا مش هيبقى مستعجل قوي كده يعني، او بهذه الالحاح في ان يطلبني والاستعلامات تطلبني. فبصراحه اتخضيت جدا وقلت ايه يا ربي الموضوع يعني. مشيت من قلاية لقلاية سيدنا. كلم نفسي. ورجليا بتخبط في بعض. وأول ما دخلت عند سيدنا ابتديت أقرأ ملامح وشه، هو غضبان ولا كده زعلان؟ هو مبسوط ولا إيه؟ معقولة يعني؟ طب عايزني في إيه يعني؟ فقال يا أبونا إحنا مرشحينك للأسقفية. قلت له يا سيدنا ده أنا اتخضيت، ده أنا كنت فاكر العكس تماما، أنا كنت فاكر فيه تجربة. فقعد يضحك. وادانا كم ورقه كده، كان البابا سيدنا البابا عطيهم له بيانات عن شخصيه كل واحد فينا مليناها ورجعناها لسيدنا، وسيدنا وصلها لسيدنا البابا قراها وحدد معانا لقاء مع قداسته بعدها باسبوع، قعد مع كل واحد فينا على انفراد.
ما يقرب من نص ساعة. احكي لنا بقى أي كواليس كان دارت بين نيافتك وبين قداسة البابا. هو راجع معانا كل اللي في اللي احنا كاتبينه في الـ في الـ في الاستمارة. في الاستمارة. ومن المواقف المضحكة ان بيقول لي كنت متفوق في الدراسة، قلت له ابتدائي اعدادي ثانوي كنت غالبا درجات نهائية مش عارف ايه من اوائل الفصل من اوائل المدرسة. فبيقول لي طب اوتسك تقديراتك كانت ايه في كلية هندسة؟ قلت له كنت انجح بالعافية. فهو ضحك نفس الضحك لدرجة قلت له ده انا مرة جبت صفر وطلعت الاول على السكشن. قعد يضحك بطريقة، قال انا مصدقك لان عندكم في هندسة بيدوا بالماينس ساعات كده. فعلا عندنا ساعات يدوا بالماينس. فقال انا كان ليا واحد صاحبي وجاب بسأله جبت كام في الوصفية؟ قال لي جبت ماينس 17. ياه. فقلت له شفت قناستك بقى انا جبت صفر. قال لي يا بختك يا سيدي. وكان لقاء ممتع يعني. سيدنا البابا شخصية متواضعة وبسيطة ويعرف بسهولة جدا يكسر الحاجز اللي بينك وبينه. طبعا انت قاعد هايب الموقف أكيد قدام البابا وكان فهو بسهولة جدا بيكسر الحاجز ده ويتكلم معاك بأريحية تامة. ليه كلاوديوس؟ يعني ده انا خدته في الرهبانه مش في الاسكوبار. ليه بقى كملت بكلاديوس؟ ما هو كان ما اسم الشهيد الكنيسه اللي انا اتربيت فيها في مير. هل في ارتباط بين جدا طبعا هالكنيسه اتربيت فيها ولما جيت الدير هنا ما كانش في ذهني قوي اغيره. كان سيدنا عطيني اسم غايس وانا اخ وقالوا لي ان سيدنا بيحب الاسم ده فانا قلت خلاص طالما. فانا قاعد مره في القلايه ودخل عليا احد الاباء وما كانش عليا الدور في الرهبانه، كان عليا الدور ان البس ابيض. لقيته بيقول لي ايه رايك ما تاخد اسم كلاوديوس؟ انا رشمت الصيد. ايوه انت تعرف ان ده اسم الشهيد اللي كنيستي اللي تربيت فيها على اسم؟ قال لا انت ما جاتش فرصه قبل كده حكيت لنا. طب ايه اللي خلاك تدخل عليا كده وتقول لي؟ فانا حسيت الموضوع مش طبيعي يعني ترتيب من كان الشهيد كلاوديوس بيدعوني ان اخد الاسم. فانا قلت نشوف جاي الصدفه. فانا ادخل اكلم سيدنا لو اعترض يبقى الموضوع صدفه وخصوصا انا كنت متاكد انه هيعترض لان هو كان عايز يسمي غايس وسمى بعديه احد الاباء الافاضل اسمه ابونا غايس. فقلت لو اعترض وده شيء متوقع لان هو عايز يسمي غايس يبقى الموضوع كان صدفه. فانا دخلت وقلت له لقيته رحب جدا بالرغم ان ما كانش عليه الدور في الرهبانه، كان عليه الدور في الابيض يعني كان شيء طبيعي انه يرفض يعني. لقيته رحب جدا وقال لي ده اسم عظيم لغايه ما اكدت عليه قلت له لو نيافتك فيه عايز تخليني باسم غايس انا ما عنديش مشكله. قال لي لا لا ده اسم جميل كلاوديوس. قلت بس بقى الوضع كرر من قبل الرب. فضلت محتفظ بيه وهو كل حاجه بصراحه طوال فتره رهبانتي بتشفع بيه. الامور بتمشي على ما يرام يعني شفاعتك. فلما دعيت لهذه المسؤوليه من الحاجات اللي كنت خايف منها ان يتغير اسمي. قداسة البابا ما سألكش عايز نغير الاسم ولا نحتفظ بيه؟ هو استدعى الأنبا بابا قبلي في اليوم اللي قعدنا معاه آخر يوم ده بتاع اللي كل واحد فينا هيروح فين اليوم اللي اتحدد فيه الاسم. استدعى الأنبا بابا قبلي وقال له أقعد باسم أناستاسي كان اسمه أبونا أناستاسي. أيوه. فقال له لا أناستاسي اسم صعب شوية نغيره لك. فانا قلت اذا كان أناستاسي صعب ده كلاوديوس اصعب. واتضايقت قلت كده الاسم هيتغير خلاص. فدخلت بعد ما خلصت الجلسه بقول له قداستك انا عايز اقعد باسم كلاوديوس. لقيته وافق على طول فكانت المفاجاه. يعني انا قلت ده شغال معاك سيدنا. كانت دي فرحتي يعني ان انا قعدت بنفس الاسم. كان السيد كلاوديوس غالي عليا جدا يعني. وطول فترة رهبانتي وهو معاي في كل كبيرة وصغيرة. حلو قوي سيدنا. وربنا سامح معانا ومع نيافتك يعني في خدمتك الجديدة. ربنا سامح بشفاعته ان الاسم ما يتغيرش وسيدنا البابا يوافق عليه. ندعوك في كنيسة الله المقدسة امين. امين. ندعوك يا إقلاديوس اسقفا ورئيسا على دير القديس الانبا بخميس الشايب بالاقصر خنفران مبيوت نمشير مبن مايسواب ونوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي فيوت بيانتو كراتور امين. امين. ندعوك يا اقلاديوس اسقفا على دير القديس الانبا بخميس الشايب بالاقصر افز ماروت انجب في منوغانيس انشيريسوس بخريستو بن شويس امين. امين. دعوناك يا اقلاديوس
أسقفا ورئيسا على دير القديس الأنبا بخمس الشيب بالأقصر افز ماروت انجيب ابن مايس أواب امبرك ليتو. آمين. يعني سيدنا قول لنا شعورك أول ما قدست البابا حط إيده على دماغك وقال أدعوك يا كلاوديوس، شعور كان إيه؟ يعني كنت فرحان ولا شلت الهم ولا حسيت ايه؟ يعني اوصف لنا احساسك. لا صدقيني هي يعني الفرحه ممتزجه برهبه شديده قوي 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 قوي، وخصوصا لما مشينا مثلا من المقر ودخلنا الكاتدرائيه وانت عارفه شعبنا القبطي زغاريت وسقف محب والاجراس تضرب، يعني الواحد كان ماسك دموعه بالعافيه. وكنت بقول يا رب على الدائره خير، لان انا من الدموع من الناس اللي لما العمليه تنزل معايا ما بعرفش بوقفها بسهوله، فربنا سترها وعدت. لكن طبعا بتبقى مشاعر الواحد ما يقدرش يوصفها، يعني ولو الانسان ساب نفسه هينفجر في البكاء، مش هيبقى بكاء عادي. اكيد سيدنا ربنا عين يفتح على الخدمه الجديده. طبعا طبعا مسؤوليه كبيره وشعور بعدم الاستحقاق، وان ربنا اداك نعمه ما كانتش في دماغك وما كنتش تتوقعها، وبينك وبين نفسك طبعا بلا شك حاسس انك ما تستاهلهاش، وربنا انعم عليك بحاجه فوق مستواك الروحي، فبتبقى مكشوف من ربنا. لكن لما قدست البابا قال ان انبا كلاوديوس هيبقى رئيس دير انبا بخوميوس الشاب، يعني رئيس دير اصعب ولا اسقف عام على ابروشيه او اسقف مجلس على ابروشيه؟ مين اصعب يا سيدنا؟ هو بصراحه اختلفت الاراء في الموضوع ده. في بعض يقول لك رئيس دير اسهل لانك قاعد في وسط الرهبان وفي ديرك، ما إلا غيرت دير لدير. والبعض الآخر بيكون ليه رأي تاني إن الإبرشية الدنيا ماشية، أهو الكهنة بيخدموا طبعا في مشاكل يعني، لكن ده الراهب عايش جوه الدير، فكل أمور التدابير الجسدانية برضو المفروض يدبرها رئيس الدير، من أكل شرب علاج صحة، وطبعا التدبير الروحاني أصعب طبعا من روحياتهم، وإنك تكون يقظ على كل واحد فيهم من حروب عدو الخير، لأن يعني زي ما الرعب متفرغ للعبادة برضو عدو الخير متفرغ لمحاربته أكتر من العلماني بكتير يعني. فده بيكبر مسؤولية رئيس الدير. ففي كلا الحالتين احنا نسيبها على ربنا، مع ربنا سواء برشية ولا الدير هتعدي، من غير ربنا لو ماسك فصل مدارس الأحد مش هتقدر عليه، لازم ربنا يعني ملهاش حل غير كده. هل رئيس الدير بيكون مسؤول عن حياة الراهب الروحية وحياة القداسة اللي بيعيش فيها، ولا ده جهاد الراهب بنفسه؟ لا طبعا هو طبعا لازم جهاد الراهب، فالمسؤولية على الاثنين، هو يجاهد ورئيس الدير مفروض رقيب على كل تصرفاته، لو لا تطرف يمينا أو يسارا زي ما بيقولوا في الحياة الروحية، الضربة اليمينية والضربة اليسارية مطلوب من رئيس الدير يوجهه للنقطة دي. نيافتك رايح على دير أنبا بخوميوس الشايب، وكان قبل نيافتك نيافة الحبر الجليل الله يناح نفسه أنبا سلوانس، وربنا يدي نيافتك العمر وتكمل الخدمة. تحب توجه كلمة تقول إيه لأنبا سلوانس؟ لروح أنبا سلوانس. نقول يا سيدنا أنت تعبت كتير في المكان، و يعني أخيرا كللت، وتعب السنين كلها في لحظة واحدة في الملكوت يعوضك عن ما عانيته من جهاد وتعب في الدير، وإن مطلوب من نيافتك إنك تصلينا بقى كما أعانك الله يعيننا. كل واحد فينا بيقضي فترة في الخدمة وبيرجع بقى لأبيه السماوي. فهو يذكرنا بقى هناك عند ربنا، ان ربنا يساعدنا، لان هو اكتر واحد حاسس بالمسؤوليه تعب المسؤوليه وكده، وهو تعب كتير في دير الشايب يعني، لا ما نقدرش ننسى تعبه في الدير، وكل الاباء بيذكروا له كل خير يعني. الله يناح نفسه. لو حبينا ناخد كلمه لاباء رهبان دير انبا بخوميوس، انبا كلاوديوس يقول لهم ايه؟ اقول لهم انا تقابلت معاكم كتير، في سواء هنا في الدير قبل الرسامة وبعد الرسامة أو في العزبوية ويوم الرسامة، وشبه يوميا بيجيلي مكالمات منهم ورسائل، وهم أباء مباركين جدا وطيبين وحلوين، وإن يصلوا لي إن نقدر نكمل المسيرة يعني، بصلواتهم أنا أقدر أكمل المسيرة.
من غير صلاة ومن غير ربنا مش هنعرف نعمل حاجة. وكل واحد فينا لينا دور، يعني سواء رئيس دير أو راهب مسؤول عن كذا أو كذا، يعني زي ما علمنا بولس الرسول زي جسم الإنسان، يعني الرأس ما تقدرش تقول للعين أنا مش محتاجك، والإيد ما تقدرش تقول للرجل أنا في حاجة. كل واحد ليه دور نكمل بحيث بناء الجسم كله بيبقى متكامل، نقدر نكمل المسيرة وننهض بالدير يعني. ولو حبينا كلمة من يافة أنبا كلاديوس لنيافة أنبا متاؤس تقول له إيه سيدنا؟ أقول له كتر خيرك سيدنا، استلمتنا من الجلابية الزرقاء لغاية ما وصلتنا للمسؤولية دي، وتعبناك كتير، أحيانا كنا نسمع الكلام وأحيانا نعاصلك، ونيافتك كأب خبير بتتعامل مع كل مرحلة بخبرة رئيس دير وبخبرة رهبانية. سيدنا رهبانة فوق 50 سنة ورئيس دير فوق 30 سنة، فخبرة كبيرة يعني قدر يشكل العجينة بنجاح يعني. وسنظل تلاميذ نيافته على النفس الأخير يعني. ولو حبينا ناخد كلمة للشباب بوجه عام، نيافتك تقول إيه للشباب؟ بخصوص الرهبانة ولا بصفة عامة؟ بصفة عامة يا سيدنا. إن الحياة لازم يكون فيها جانب روحي، المسيح به نحيا ونتحرك ونوجد، لازم يكون المسيح في حياتكم، ولا تأخذكم ملاذ الدنيا يعني. لازم يكون ليك جدول روحي، ولازم يكون ليك حضور للقدسات وللخدمة، لأن ده هيساعد الشباب إنهم يكونوا ناجحين، ليس روحيا فقط وإنما علميا واجتماعيا وثقافيا وفي كل أمور حياتهم. تقول إيه المصري يا سيدنا؟ مصر عندنا أمل كبير إنها كما أنقذت من سنين محفوظة بمعونة ربنا. وسيدنا البابا ليه مقولة جميلة، إن مصر دي في قلب الله، يعني العالم كله في يد الله لكن مصر في قلب الله. وفعلا احنا شفنا ياما دول كتير وقعت، وربنا حفظ مصر بمجهودات سيادة الرئيس وكل المخلصين للبلد، وربنا يساعد الجميع ونكمل جميعا المسيرة. احنا عارفين يافتك خلصت هندسة مدنية، دراستك للهندسة نفعتك لما دخلت الدير من البداية كأخ؟ هو نظام الأديرة ان بيتقبل اخوة من تخصصات مختلفة، وما بيكونش التخصص هو شرط القبول، يعني هو الاساس الناحية الروحية والرهبانية. لكن بعد ما بتتقبل رئيس الدير او الدير يعني بيستفيد بالتخصص بتاعك، فكل واحد بيشتغل إلى حد ما بتخصصه وبيفيد الدير بتخصصه. اللي هو خريج هندسة بيشتغل في المباني، لو خريج طب بيمسك العيادة وهكذا. فأنا بحكم أني كنت خريج هندسة قسم مدني، فاشتغلت في حدود أكتر من 10 سنين في الإنشاءات والمباني في الدير، على أساس أفيد الدير بالمجال اللي أنا درسته يعني. لكن من أول ما نيافتك دخلت الدير بالجلابية الزرقاء اشتغلت في مجال الهندسة، ما كانش فيها أي مجالات تانية؟ لا، هو هنا نظامنا في الدير أول ما الأخ بيتقبل بيقعد فترة في المطبخ اللي هو المجمع بتاع الزوار. أيوة. يجهز الأكل للزوار ويقدمه، عشان هو أولاً بيبقى جاي مش ما يعرفش حاجة خالص عن الطبيخ، وبعدين لما بيروح قليته أكلنا هنا في دير السوريان كل راهب بيجهز الأكل لنفسه، فبتبقى فرصة حلوة أن يتعلم الطبيخ وكده عشان يخدم نفسه فقليته، ثانياً يتعلم بقى أن يخدم غيره. ده يبقى الدرس الأول في الرهبانة، ان انت جاي هنا لغسل ارجل الناس، تخدمهم، تجهز لهم الاكل، تحط لهم الاكل على المايده، بعد ما يخلصوا تلم الاكل. فبتبقى دي الدرس الاول في الدير، انك تتعلم الاتضاع، يعني تنسى بقى انت كنت ايه قبل كده وتقعد تخدم مواقيت. ما حسيتش ان الموضوع صعب ان انا كمهندس واشتغلت بالهندسه واول ما ادخل الدير يدخلوني المطبخ؟ لا ما كانش طبعاً. الموضوع لا بالنسبه لا لك عامل لك ازمه؟ لا، لانه احنا جايين الدير هنا ما بيبقاش في ذهننا ان هنشتغل في تخصصنا، او موضوع الشغل اساسا ما بيبقاش في ذهننا يعني. فبيبقى جايين وكل واحد هدفه ان يتعلم فضائل، فالمجمع او مطبخ الدير بيعلمنا فضائل كتير، الاحتمال، الاتضاع، خدمة الاخرين،
مقاومة الذات، التعب، إن أتعب من أجل غيري، فبنبقى مبسوطين بالكلام ده. أنبا كلاديوس قعد قد إيه في المطبخ؟ يعني فترة كانت قد إيه؟ أنا قعدت في حدود 5 شهور. 5 شهور؟ بعد كده اشتغلت في مجال الهندسة. بعدين رحت مجال المباني، بقى بيبتدي سيدنا يوظف كل واحد في مجاله إلى حد ما يعني حسب دراسته. أول حاجة بقى يا سيدنا مسكتها كشغل هندسة في الدير كان فين في الدير؟ هو أول حاجة كان المبنى اللي إحنا واقفين فيه دوت. اللي إحنا فيه دلوقتي. المبنى ده معمول أساساً كمتحف، لأن كنيسة السوريان اللي جنبنا مليئة بالرسومات الحائطية، البعض منها فن سورياني قرن 13 والبعض فن قبطي قرن 8. فيها 5 layers، في 5 طبقات، احيانا بتبقى الرسومات في طبقة واحيانا في اكتر من طبقة، فاللي بيبقى منه اكتر من طبقة محارة في بعثة هولندية بقيادة الدكتور كارل انيمي جامعة لايدن في هولندا، بننزع الطبقة اللي فوق وننقلها هنا في المتحف بحيث نظهر الطبقة اللي تحتيها في الكنيسة. فالفكرة بتاع المتحف ده ان الديزاين بتاعه الى حد ما نفس الديزاين بتاع كنيسة السوريان الاثرية. ايوه. بدايمنشن اقل باستثناء الـ3 semi domes دول، 3 انصاص قبب، الى حد ما نفس ابعاد الـ3 انصاص قبب اللي في الكنيسة، على اساس كان منهم كل نص قبة في نص قبة غربية ونص قبة شمالية ونص قبة جنوبية، كل واحدة من الـ3 انصاص قبب دول عليها 2 طبقة، اللي فوق فن سورياني الحديثة واللي تحتها فن قبطي. فن قبطي زي ما قلنا قرن 8، فن سورياني قرن 13. فالبعثة انتزعت اللي فوق عشان تظهر اللي تحتيها. أيوه. وجبناهم هنا منهم دي اللي فوقينا فريسكا صعود السيد المسيح، دي كانت على النص قبة الجنوبي في نفس موقعها في المبنى هنا بالظبط. أيوه. نفس موقعها في ديزاين المبنى هو نفس موقعها في الكنيسة، فالبعثة نزعتها وجبناها هنا نقلناها وعلقناها بحيث أظهروا اللي تحتيها اللي في النص قبة الغربية في كنيسة السوريان. المكان بقى أخد وقت قد إيه بنا؟ أخد كإنشاء ومباني في حدود 2 سنين. سنتين. وإن يافتك كنت أخ لسه بالأزرق. كنت أخ أزرق. الدير وفر الإمكانيات ولا كنت بتلاقي صعوبة في فكرة إن لسه أخ بالأزرق وبيبني وبيطلب مواد بنا وبيطلب طلبات كتير والبنا يعني طلباته كتيرة قوي يا سيدنا؟ هل لقيت يعني مشاكل؟ طبعا بلا شك أي حاجة لازم بنواجه صعوبات، صعوبات في توفير العمال، صعوبات في كفاءة العمال، لأن ممكن أبونا اللي ماسك العمال بصفته مالوش قوي في المباني، هتطلب منه عمال هيديك عمال بس ما يكونوش ينفعوا في المجال دوت في المباني يعني، فبنضطر نقول له غيرهم. وصعوبات في توفير المعدات، الجرارات واللودر والحاجات دي، لأن الدير كبير هنا، ممكن في نفس الوقت اللي أنا محتاجه يكون أب تاني محتاجه في الزراعة أو كده، فبلا شك بيبقى فيه صعوبات. بس سيدنا هنا بيشجعنا، وخصوصا لما بنبقى لسه إخوة، عارف إن الأخ لسه جاي جديد وإمكانياته أقل من الراهب، فبيشجعنا يعني أي حاجة كنا نروح له عليها كان بسرعة يبتدي يتصل بالمسؤولين وينجزها لنا يعني. إيه غير الكنيسة هنا في الدير أنبا كلاديوس اشتغل فيها كمعمار؟ هي البداية كانت المبنى دوت عشان نقل الفريسكات الأثرية اللي في كنيسة السوريان. بعدين كان سيدنا وداني اللي هي القرية اسمها أتريس. أيوة. فيها أوقاف دير السوريان هنا، فعملنا لهم مبنى مكون من 4 طوابق لحفظ الغلال زي مخازن كده، ودور فيه لحفظ معدات العزبة، ودور تاني سكنات للأباء والزوار. كنت رحت برضه عملته وأنا أخ بأخ أبيض بقى. أيوة. وكان هناك أب مبارك اسمه بونا توما ساعدني، الراجل ربنا يعوضه، ولازال المبنى ده بيقوم بدوره هناك يعني. بعدين لما جيت من هناك مسكت بقى المنشآت في المنطقة الأثرية يعني، اللي هي الدير هنا السوريان وبعض الأماكن الأثرية اللي حواليه والمنشوبيات اللي حواليه. كان في منشوبية باسم تعتبر أثرية يعني، فكان سيدنا أنبا صموئيل المتنيح أسقف شبين القناطر، كان برضه بيحب الآثار جدا ومغرم بالآثار جدا، فراح بيعني فوقيها منشوبية بنفس الشكل القديم يعني عشان يحافظ على الشكل بس، لكن هي جديدة. فكانت المنشوبية الأساسية ابتدت تتهالك، فاحنا عملنا لها ترميم بنفس الماتيريال وبنفس المواد الأثرية من طوب وحجارة قديمة بحيث تبقى نفس الشكل الأثري أو الطابع القديم بتاع نفس الماتيريال.
فبقت بعد الترميم بقت بنفس متانة المنشوبية اللي فوق اللي عملها سيدنا أبو صموئيل. نيافتك كررت كلمة منشوبية في أكتر من جملة. يعني إيه منشوبية سيدنا؟ منشوبية دي كلمة إبتي مكونة من مركبة من ثلاث مقاطع. ما إن شوبي، ما اللي هي موضع بليس يعني، وإن اللي هي أداة إضافة زي الإنجليزي أوف، وشوبي سكن، فما إن شوبي يعني موضع السكن. بعد أنبا كلاديوس ما هيسيب الدير ويروح ديره الجديد، مين هيمسك المباني سيدنا؟ لا ده فيها بقى كتير المباركين، وأنا ما بصراحة ما عدتش ماسك المباني لغاية الرسامة. يعني أنا عدت في حدود 10 سنين في المباني، عملنا المبنى ده ومبنى أتريس وترميم المنشوبيات، وأخدت بتاع 14 سنة مع البعثة الهولندية اللي هي بتعيد اكتشافات الرسومات الحطية اللي في الكنيسة وتعيد إظهارها. وبعدين عملنا بعض المباني والألالي جوه بقى بعيد عن منطقة الأثار، وبعض الأوض الخاصة بالعمال. الكلام ده كله خد في حدود 10 سنين لغاية ما مريت بظروف صحية معينة، بعدين سبت المباني ومسكت زيارات الأجانب المصريين، بس الأجانب أكتر لأن المصريين نادراً لما بيطلبوا شرح، على أساس أنهم جم الدير مرة واثنين وثلاثة وعارفينه، فبيبقى غالبية الشرح يعني الأجانب، لكن المصريين لو طلبوا بنشرح له. قعدت في زيارات الأجانب دي لغاية ما ترسمت، كانت تخللها في حدود 3 سنين أو 3 سنين ونص، مسكت تسليم الآباء الكهنة. 3 سنين ونص نيافتك بتسلم الآباء الكهنة؟ دي يعني كانت في وسط فترة الزيارات، يسبقها الزيارات وبعديها الزيارات برضو. مر عليك عدد كهنة كبير جاي يستلم من دير السريان العام؟ الثلاث يعني سنين ونص دول سلمت فيهم في حدود 53 كهن. 53 كهن كلهم آباء مباركين، ولا زالت علاقتي بيهم قوية. واحد منهم كان قاعد معانا دلوقتي قبل ما نبدأ تصوير. لما كانت بتقابل نيافتك عقبات ما زهقتش؟ لا، ما أصل هو لازم أي أخ أو أي راهب لازم يكون ليه وظيفة في الدير أو شغل. الشغل بنعتبره في الرهبنة جزء من قانون الراهب، ما ينفعش الراهب أو الأخ يقعد كده يصلي ويعبد ربنا بس. هو بولس الرسول قال من لا يعمل لا يأكل أيضا، فإذا لازم يكون ليك جوب في الدير، وظيفة، فبالأولى تشتغل في مجالك. فعمر ما بيجي لنا فكره طب ما انا كنت اشتغلت طب ماشي، مين اللي قال لك ما انت جاي بكامل ارادتك؟ أيوه. ما هو بجانب شغلك في وقت تاني بتصلي فيه وبتقعد في قلايتك وبتقرا، والصبح بتروح التسبحه، فشغلك ما بيعوقش حياتك الروحيه ولا حاجه او حياتك الرهبانيه. بيبقى حسب مستواك الروحي، حسب اقدميتك في الدير، حسب نوع الشغل اللي انت فيه. في بعض الاشغال بتبقى طول اليوم، بعض الاشغال بتبقى شيفت 5-6 ساعات. فأب الاعتراف بيقدر لكل واحد ظروفه، بيحدد له القانون الروحي، لكن طبعا هي ألف بق السبع صلوات اللي هي الإيجابية دي. نقدر نعرف أب اعتراف أنبا كلاديوس؟ سيدنا أنبا متاوس من أول ما جيت الدير وإلى يومنا هذا. ما تغيرش؟ لا ما غيرتوش. لا. طب لما سيدنا يمسك رئيس دير الشايب هيرجع يعترف عند أنبا متاوس؟ طبعاً طبعاً. ولا هيغير أب اعترافه؟ لا لا طبعا، سأظل إلى آخر نفس في حياتي تلميذ لسيدنا أنبا متاوس طبعا. يعني سيدنا احنا عارفين إن أو المتعارف إن الأساقفة لما بتطلع بره بترجع الدير تاني وبتحن لقلاليها تاخد خلوة، لكن هل رئيس الدير هيرجع تاني لقلايته ولا هينقل حياته كلها لديره الجديد؟ لا يرجع طبعا، لان ده البيت اللي تعلمنا فيه. الدير هناك يختلف عن الدير هنا، الاثنين أديرة مباركة ومملوءة نعمة ومليانة أباء بركة، بس ده الدير اللي أنا تعلمت فيه، تعلمت فيه الرهبنة وتعلمت فيه الحياة الرهبانية، وبدأت فيه من أول أخ لغاية ما وصلت لهذه المسؤولية. استفدت جدا من رئيس الدير، استفدت جدا من أباء الدير، فطبعا شيء طبيعي لازم أجي طبعا. أنا أجي هنا كتلميذ يعني. أنبا كلاديوس لما كان بيلاقي معاناة أو بيتعب أو يضعف بيلجأ لأب اعتراف أو أب مرشد روحي، طب وهو هناك يعني نتمنى لك طبعا سيدنا خدمة مثمرة، بس لو تعبت هناك هتلجأ لمين؟ هناك طبعا بلا شك في اباء مباركين كتير واباء قدام وكلهم بركه، وفيهم البعض حابس ومتوحد، فكل ما كان فيه الاباء بتوعه ليس هناك ما يمنع ان نلجأ ليهم وناخد بركتهم. اللي بيحب يستفيد يستفيد حتى من راهب احدث منه، فاللي هيسعى للاستفاده الروحيه هيلاقيها في اي مكان. يعني الانبا انطونيوس استفاد من الكل، وكان بيعتبر
صوت ربنا بأذنه حساسة لصوت ربنا من أي إنسان يعرف يميز جدا صوت ربنا، لدرجة أن الست اللي هي كانت نزلت تستحمى وقالت له قال لها أنت إزاي تستحمى وأنا راجل راهب هنا في المكان ده، فقالت له لو أنت راهب حقيقي تدخل البرية جوانا، اعتبر ده صوت ربنا. فالإنسان اللي بيسعى لسماع صوت ربنا ممكن يسمعه بأي طريقة، يعني بطرق عديدة. مش أنبا كلاديوس زي ما عمر في دير السوريان عامل خطة أن يعمر في دير أنبا بخميس الشايب؟ هي ما هياش خطة، وإنما يعني لأن أنا لسه برضه ما روحتش الدير هناك، لازم الأول أشوف نظامه وماشيين إزاي، والتغيير ما بيبقاش مرة واحدة كده من البداية، لازم يبقى تدريجي. الدير منتظم وكويس ودير مبارك والناس كلها بتحبه هناك، احنا هنروح نكمل على ما بناه الاخرين، مش هنبني من الاول. ربنا يديك نعمه يا سيدنا. حد غششني ان يافت انبا كلاديو الشاطر في الالحان الى حد ما. يعني نطمع ان هتقول لنا جزء كده من لحن. يعني نراجع مع نيافتك ونحفظ برضو مع بعض. هو ممكن يعني احنا بنحب قوي الحان التسبحه، وده اللي بيخلينا نحب التسبحه، بنحب الحان الاسبوع الالام اجمل الحان طبعا، وطبعا اللحن اللي بيتكرر كتير لحن كبرته والمزمور، الصيام الكبير كل ألحانه جميلة اللي هي متوسطة يعني مش طويلة قوي، زي الألحان برد الإبراكسيس شهر إفنوتي. أي جزء صغير كده بصوت نيافتك. أنا نقول مثلا ممكن نقول مرد الإنجيل اللي كل الناس حفظاه، مش هنطمع حلو قوي. جيبني تتخن في قوة معرفته فوق جيبك ران ماري سنجتك مت أوروجيك بوشانيني جيفز مراتن جيبيوت نيم بشيرين ببن بمعيس أواب تترياس الديكي فولتن أوش تموز تنتي أونس. سيدنا نطمع لو تقول لنا أي جزء من مزامير أو ألحان أسبوع الألام. هو اللي بيتكرر كتير شبه كل يوم سكتتي جوم، وممكن المزمور اللي هو بيتوزن على كبيرته المزمور الأدريبي. آه يا ريت نسمع ولو جزء. نقول مثلا الجزء بتاع رفضوني أنا الحبيب بالعربي. الله. عشان الناس تفهم. الله. بالطريقة الأدريبي يعني. Psalmos to da avidra fado مثل
فكرتنا بالايام المقدسه الجميله. عجلته بالايام. هل انبا كلاديوس المكان ده بس اللي قريب لقلبه في الدير، ولا في مكان معين هو بيحب يقعد فيه بيحس براحه اكتر؟ طبعا اكتر مكان الواحد يحس بيه براحه قليته بلا شك، سواء كان هو اللي بنيها او مش هو اللي بنيها، ده هو بتترجم انجليزي سيل، يعني هي الخليه اللي النحله بتقعد فيها وتنتج يعني. لكن كله ده طبعا اماكن بركه، وده المكان ده عزيز عليا بحس انه على اساس انه هو اول مكان انشاته في الدير، لكن اكتر مكان الواحد يستريح له اي راهب يعني هو قلايته طبعا. انت بتستلم القلايه سيدنا من ونيافتك اخ ولا وانت راهب؟ لا اخ طبعا، مجرد ما تلبس الجلابيه الزرقاء يبقى ليك قلايه منفرده مش مع حد، فدي قلايتك اللي بتفضل معاك طبعا. وكتير يسالوني هل اسعد يوم في الدير بالنسبه لك يوم الرهبنه، ولا يوم ما اتقابلت في الدير، ولا يوم ما لبست الزرقاء، ولا يوم الكهنوت؟ انا بقى اسعد يوم في حياتي في الدير اليوم اللي استلمت فيه القلاية، لا هذا ولا ذاك. طبعا كلها دي ايام حلوه ومباركه وكانت مفرحه جدا، بس يفوقهم كلهم اليوم اللي استلمت فيه القلاية. كانت اول ليله ابات في القلاية كنت مبسوط جدا، ما كنتش مصدق ان انا بايت في القلاية زي الرهبان يعني. وده اللي كان هيخليني اسال نيافتك، يعني اول يوم دخلت الدير والباب اتقفل وادوك قلاية وخلاص انت دخلت اوريدي، احساسك كان ايه؟ يعني كنت حاسس وكاني دخلت الملكوت. نعما ايها الابد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك في على الكثير. حسيت ان انت ان انا كده كاني دخلت الملكوت مقارنه بالعالم يعني، لكن الملكوت ده بقى حاجة ما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، لكن القلاية ملكوت طبعا بالنسبة للعالم بره والضوضاء والحمد لله دينا لما هنسيب الدير هنروح دير تاني. ربنا يديك العمر كتير يعني. تعيش وتعمر في كل مكان. ديب السوريان العامر معروف بالأباء الشيوخ الكبار، يعني ما نقدرش ننكر ده. أنبا كلاديوس مرتبط بحد من الاباء الشيوخ او اثروا فيه رهبانيا؟ طبعا هو احنا يعني من حسن حظنا ان جيلنا شاف اباء شيوخ كتير في الدير، منهم ابونا متاوس ربنا يناح نفسه، كان اب اعتراف الدير كله بما فيهم سيدنا انبا متاوس نفسه كان يعترف عنده، واحنا بنعترف عن سيدنا، فاذا كان الكل بيعترف عند ابونا متاوس. وكان اباء كتير من المجمع المقدس حتى مش من دير السريان كان يعترفوا عنده، فكان أب رهباني على مستوى الكنيسة القبطية كلها. منهم أبونا فلتعوس طبعا غنى عن التعريف الكل يعرفه، منهم أبونا بيمان المتنيح كان عالم كبير في الكتاب المقدس، كنا دايما نروح عنده في القلاية ما نبقاش عايزين نمشي من كتر ما نسأله وهو يجاوب بطريقة عجيبة، يعني يطلق عليه فعلا فلاح الكتاب المقدس. وأباء كتير تاني الوقت مش هيسعفنا نذكر الجميع، وبما أن المبنى ده جنب الطافوس فالمفروض نروح لهم دلوقتي. يعني لو نيافتك تسمح لنا إن احنا ناخد بركة الآباء يبقى يا ريت مع نيافتك. يا ريت سيدنا ناخد بركة. سيدنا بما ان احنا طالعين على الطافوس، يعني يعني كتير مننا ما يعرفش يعني ايه طافوس. هي كلمه طافوس كلمه يونانيه، ايوه النطق السليم بتاعها طافوس، طافوس بمعنى مقبره اللي هي بالانجليزي تومب، ايوه فهي كلمه يونانيه الاصل، لكن منتشره بقى في الاديره بهذا المعنى، كل الاديره بيسموا المقبره طافوس، بتتنطق باليونان يعني. بعض الكلمات من لغات مختلفة بتبقى منتشرة في مكان معين، فالأديرة بيبقى فيها بعض الكلمات باليوناني منتشرة، بعض الكلمات بالسورياني، زي كلمة لقان دي اللي منتشرة في الكنيسة القبطية كلها، ما دي كلمة سوريانية الأصل، فكلمة طافوس منتشرة في الأديرة دي أساسا كلمة يونانية معناها مقبرة. مقبرة. وهل الطافوس للآباء الكبار أو الشيوخ بس؟ لا، لكل راهب في الدير يتنيح بيدفن في الطافوس اللي هي المقابر بتاع الرهبان يعني بصفه عامه، بس ما يميز الاديره ان المقابر في نفس الدير يعني.
أيوة. بره في العالم الراجل يموت بيدفنوه بعيد بره البلد، لكن هنا احنا بنعيش في الدير وندفن في الدير، فزي ما انت شايفين الطفوس داخل اسوار الدير. يعني الطفوس او المقبره مش بالسن؟ لا مش يعني بالسن. اي راهب يتنيح سواء راهب حديث او شيخ او او اخ حتى بيدفن في الطفوس. مين اكتر اب اثر في حياه انبا كلاديوس واتنيح؟ هو ابونا متاوس اللي احنا قدام الطفوس بتاعه دلوقتي. لا ابونا متاوس السورياني ده كان من شيوخ الدير، اتراه بين سنه 49. ايوه. بعد ابونا فلتوس بسنه، ابونا فلتوس 48 وهو 49، واتنيح في 2008. ده كان نموذج رهباني شديد الانتظام في السلك الرهباني، فكان اب مدبر، كان بيقعد اعترافات الدير كله، منهم سيدنا انبا متاوس كان يعترف عنده، واحنا كرهبان جدد كنا نعترف عند سيدنا انبا متاوس وهو بيعترف عند ابونا متاوس، فبالتالي كان الدير كله بينهل من نفس النبع. وكان اباء كتير قوي خارج دير السريان برضه يعترفوا عنده، واباء اساقفه كتير من المجمع المقدس كانوا يجوا يعترفوا عنده، فهو الشخصيه الرهبانيه رقم واحد في العصر الحديث بتاعنا. اكتر حاجه في حياه ابونا متاوس اثرت في انبا كلاديوس ومش قادر ينساها له، او حاجه قالها له، موقف حصل بينكم يا سيدنا؟ كنا نروح نساله كتير، وخصوصا ايام الاعياد نزوره ويجاوبنا اجابات رهبانيه مش هنلاقيها في الكتب، يعني من واقع الخبره. ايوه. وكان يعني انا كنت اسمع عن القول يكفيني النظر الى وجهك يا ابي، فكنت انا ما اروحش اساله كتير، اقعد كده بس ابص لشكله كده. شخصيه شكله مريح جدا، انسان رهباني كثير البكاء، وهو بيتكلم معانا فجاه كده تلاقيه قاعد يبكي. Yeah. تساله سؤال يقعد يبكي، يعني هو كان واصل خلاص بقى القلب طفل من الحساسيه ومن النقاء الروحي، فما كناش محتاجين نساله اساسا، ده كفايه تبصيله كده بس من منظر وجهه وبكائه المتكرر يعني. فكنا ندخل نطلع من عنده واخدين عظه كبيره قوي ان يكون نظرنا للسماء مش لاي حاجه تاني، لا نتعلق باي شيء ارض. وكان عنده كتله امراض، واخر ايامه قعد اكتر من 10 سنين كفيف، غير انه طريح الفراش. هذا الرجل طريح الفراش الكفيف، مدرسه رهبانيه جباره، كل رهبان الكنيسه القبطيه او قاده رهبان الكنيسه القبطيه بيجوا يتعلموا منه وياخدوا من تعليمه الرهبانيه. بس يمكن مش مشهور قوي في الوسط العلماني، لان هو ما كانش يطلع للزوار، كانت مدرسته هو التعليم الرهباني فقط واخذ اعترافات الرهبان. واحنا في الطفوس انبا كلاديوس يقول لنا ايه؟ يعني نصيحه اداها لنا. نصيحه ان المسيح كان بيتقال عنه انه ثبت وجهه الى اورشليم او ثبت نظره الى اورشليم، ما معناه كده يعني؟ بتختلف من ترجمه لترجمه. فاحنا نثبت نظرنا لفوق، يعني الجسد اللي بنهتم بيه وبنقعد طول اليوم ما وراناش شغلانه غيره من احسن اكل واحسن شرب واحسن رفاهيه، نهايته شويه تراب يعني. فنركز شويه في الروح، لان الروح ترجع الى خالقها والجسد يعود الى التراب. طبعا بعد الايام الجسد هيتكرم وهيرجع، بس احنا دلوقتي ما يكونش كل تركيزنا واهتمامنا، نهتم بالجسد وبصحته عادي جدا وبتغذيته، بس ما يكونش كل اهتمامنا بالجسد، نركز شويه في الروح. لما بيجي اخ داخل الدير جديد ويقعد مع نيافتك وانت ابونا كلاديوس او لسه راهب، ايه اكتر نصيحه بتقولها له؟ بنقول له ان يغمي نظرك عن السلبيات واقتني من كل راهب فضيله، خليك زي الفراشه اللي بتلف على الزهور تاخد الرحيق من كل زهره. لا يوجد انسان كله شر ولا يوجد انسان كله فضائل. ده يخليني اسال نيافتك، ايه اكتر فضيله اكتسبتها في دير العذراء السوريان؟ اني اهتم بالاخر، ما اهتمش بنفسي، ما يكونش تمركزي حوالين ذاتي، لازم اشوف اللي جنبي ده ايه اللي ينقصه، محتاج ايه، وانا هذا الاحتياج اللي عنده اقدر البي له منه ايه. ما يكونش كل تركيزي في ذاتي ومتمحور حوالين ذاتي واحتياجاتي الجسدانيه وحتى الروحية يعني، فأنا لازم أهتم بغيري وأشوف ما ينقصه من احتياجات روحية من احتياجات جسدانية، ودي أنا ما جبتهاش من فراغ، اتعلمتها من اللي قبلي برضه.
حضرتك كلمة ورد علينا بكلمة. الأسرة، الحضن، كلية هندسة، التعمير، أمام التاؤس، الراعي، الدير، دير العذراء سوريان، البيت، الخدمة. بالنسبة للأنبا كلاديوس إيه؟ في كلمة. حياتي، الدير أنبا بخوميس الشايب، مستقبلي، كنيسة أنبا كراس، البداية، كلاديوس الشفيع. سيدنا، يعني أحب أشكر نيافتك على الحوار اللي استمتعت بيه، مرسي على سعة صدرك، ويا رب نكون يعني ضيوف خفاف على قلب نيافتك. شكرا لكم أنتوا على اهتمامكم وتعبكم، ومجيكم نتصوروا معانا ونستفيد روحيا مع بعض بكل الأسئلة اللي أنتوا طرحتوها ونقاش الجميلة اللي ناقشتونا فيها، وربنا يعوضكم على خدمتكم. شكرا سيدنا، والف مبروك الرسامه والتجليس سيدنا، وصلواتك من اجلنا ومن اجل ميسات. المسيح يحافظ عليكم، والخدمه تنمو بيكم دايما. نيافة الانبا كلاديوس اسقفا ورئيسا على دير القديس العظيم الانبا بخوميوس الشايب بالاقصر، خين فران مفيوتنا مفشن فيزم راوت نجيف نوتي فيوت في بانتوكراتور. أمين.